اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان. النهارده اول يوم عمل بعد اجازه العيد، كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير. والحقيقه انه كتير من الناس كانوا منتظرين عوده العمل والحياه مره تانية وعوده البورصه المصريه للعمل عشان نعرف ايه تاثير قرار البنك الفيدرالي الامريكي بزياده معدل الفايده بواقع 50 نقطه اساس او 0.5%. وطبعا كان القرار ده نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ارتفاع التضخم، بنشوف أرقام ما شفناهاش من 40 سنة تقريبا في الولايات المتحدة، ده بالتأكيد بسبب أزمة كورونا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية. السؤال دلوقتي، هل تتأثر البورصة المصرية نتيجة هذا القرار وإيه المتوقع؟ هنعرف بالتأكيد تفاصيل أكتر من الأستاذ محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية. حضرتك معانا. أهلا وسهلا، مساكم كل سنة طيبين. وبالتأكيد يعني أي حاجة بتحصل في السوق الأمريكي أو أي قرار بيتاخده في الفدرالي الأمريكي بيأثر مش بس على أمريكا أو الاقتصاد بتاعها، ولكن بيأثر على كل العالم. يعني إحنا تابعنا النهارده بداية الجلسة، جلسة النهارده الحد، بنتابع تراجع جماعي للمؤشرات في البورصة المصرية. كل المؤشرات اي جي اكس 30 بيتراجع بنسبة 52%، اي جي اكس 50 بيتراجع بنسبة 1.1%. يعني بنتابع كل المؤشرات، اي جي اكس 70، اي جي اكس 100، كل المؤشرات النهاردة فيها تراجع. هل ده ليه علاقة بالقرارات الأخيرة؟ خليني أوضح لحضرتك. هو طبعا قرار بتاع الفدرالي الأمريكي برفع الفايدة ب 50 نقطة أساس الحقيقه ما كانش مفاجاه، ده كان يعني شبه مؤكد ومعروف من قبلها من قبلها، وكان هو في سياسه معلنه كمان من الفدرالي الامريكي ان هو في عده يعني عمليات رفع سعر الفايده خلال هذا العام والعام القادم، وده مع كمان مع تخفيض حجم اصدارات الخزانه الامريكيه، وده كله عشان مواجهه التضخم الشديد ومحاوله ل يعني تحسين قوه الدولار اللي فقد جزء كبير من قوته امام العملات الاخرى في العالم كله. طبعا بالنسبه لمصر كان التصور بتاع رفع الفايده معروف، ويمكن كثير من الدول اللي في المنطقه مشيت بالظبط زي اللي عمله الفدرالي، رفعت ما بين ربع ونص في المية اسعار الفايده، وايضا على عكس الدول الاوروبيه. ولكن حتى الان احنا عندنا موعد البنك المركزي لاتخاذ يعني القرار بتاع تحديث سعر الفايده او بعد اسبوعين من اليوم، والبنك المركزي قال ما فيش اي استعجال، هنستنى الفتره دي. بالنسبه للسوق بقى والبورصه، الحقيقه يعني هو السوق الصبح كان فتح شويه تراجعات، والنهارده ودلوقتي يمكن بعض يعني التراجعات قلت بدرجه كبيره، يعني اي جي اكس 30 على الاقل انا شايفه دلوقتي هو ماينس يعني 3.1% هي فقط، ودي يعني ما كنا التراجعات اللي هي بنسبه 0.5% و1% دي تحرك طبيعي للبورصه، يعني نشوف التراجع بالنص وال1% والصعود بالنص وال1% ده في حدود الحركه الطبيعيه للسوق، لان يعني السوق كان متوقع هذا الامر وما فيش جديد بالنسبه له. طبعا كلنا هيبقى مترقبين ان يتخذ البنك المركزي من قرار في جلسه اللي هو السوق المفتوح اللي بتنعقد بعد اسبوعين، والقرار اللي هياخده تحريك سعر الفايده متوقع برضه في رفع سعر الفايده في بره السوق المصري، على حسب بقى ما يراه البنك المركزي ومدى احتياجه لهذا الرفع، لان هو كان رفع المره اللي فاتت يعني 1%، في حين كان الفدرالي كان بيتحرك برضه 0.5%، فالمره دي هنشوف ايه اللي هيتم من المركزي، والسوق كله مترقب هذه الحركه في الايام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، يعني احنا كده بنتكلم عن انه التراجع النهارده في بدايه الجلسه هو تراجع طبيعي ضمن المؤشرات الطبيعيه، لسه لم يؤثر القرار على البورصه المصريه، ده هنستنى نشوفه لما البنك المركزي المصري يتخذ قرار. صحيح. خلينا برضو نتكلم عن البورصات العالميه، الساعات اللي فاتت شهدت تراجع في البورصات العالميه، بنتكلم عن بورصه وول ستريت الأمريكية عانت من أسوأ يوم ليها يوم الجمعة، انخفضت أيضا الأسهم الأوروبية الرئيسية. إيه اللي بنتوقعه يعني برضو من تأثيرات لهذه التراجعات على البورصة المصرية؟ بص، خلي بالك، إحنا البورصة المصرية أساسا
مستوى متدني جدا، مستوى صعب. البورصات حكي يعني البورصات الامريكيه او البورصات الاوروبيه كانت شايفه ارتفاعات كبيره وغير مسبوقه. يعني شفنا المؤشرات يعني لما تقارن مثلا يعني خلال السنوات السابقه هتلاقي البورصه الامريكيه ضعفت اكثر من ضعف مستويات اسعار الاسهم. بالنسبه لنا احنا بالسوق المصري لا، احنا مستويات متدنيه ومازال هناك فرصه لتحسن الاسعار. فبالتالي لما يكون في ارتفاع كبير بيبقى الترشيح بيكون فرض. بالتالي التاثير وطبعا يعني اداء البورصه بيبقى هو رفع سعر الفايده عدو الاستثمار وعدو دي اداء سوق الاسهم. يعني لما ترفع الفايده سوق الاسهم بيبقى اسهم سلبيه. بالنسبه للسوق الامريكي طبعا لانه كان جاي من مستويات منخفضه وارتفع ارتفاعات كبيره، فبطبق التاكيد حصل تصحيح قوي بناء على حركات او الاجراءات اللي خدها الفدرالي الامريكي في المرتين اللي هو رفع فيهم فائده مؤقته. وستتوقع اتوقع ان تستمر هذه التراجعات مع كل مره ان الفدرالي الامريكي يرفع فيهم فائده. طيب دلوقتي ايضا بعد قرار الفدرالي الامريكي خبراء كتير بيقولوا ان البنك المركزي هيرفع سعر الفايده، واحنا قلنا ان هذه التوقعات وارده جدا، ممكن يرفعها 1% 1.5%. ده هياثر ازاي بقى على الاداء الخاص بالبورصه المصريه؟ بالتاكيد يعني بص اذا كان مثلا انا بقول يعني هو في حدود 1% لان كله تاثير كبير لان ده متوقع. اذا زادت واحد اثنين اعتقد ان هي تاثير سلبي على الى اي مدى يكون سلبي؟ دائما اداء البورصه بيبقى مرتبط بين التوقعات في مقابل ما سيتم فعلا من اجراءات كسياسه نقديه للبنك المركزي. طيب ايه السياسات اللي ممكن يتم اتباعها او الاليات اللي يتم اتباعها عشان البورصه المصريه تمتص يعني اثار الازمه؟ احنا بنتكلم عن توقعات هتحصل برفع سعر الفايده، ازاي البورصه هتتعامل مع ده؟ بص حضرتك طبعا البورصه المصريه يعني لها مده بتعاني من نقص في البضاعه زي ما بيقولوا من ناحيه العرض يعني، ونقص ايضا في جانب الطلب يعني كميه الاموال اللي تضخ فيها محدود. واعتقد ان يعني الكلام ده حصل واللي كان فيه في يعني تصريحات فخامه الرئيس وكانوا رئيس الوزراء في الاسابيع القليله الماضيه كان بيتكلموا عن اهتمام خاص بسوق المال والبورصه المصريه. كان في لقاءات مع عدد كبير من المؤسسات الماليه اللي عندها فوائد تمويليه ان يكون في ان شاء الله تواجد ليها في سوق المال، سواء بنوك، شركات تامين، تامينات ومعاشات، هيئه البريد، كل هذه الجهات، شركات تامين، كل هذه الجهات كجانب طلب وجودها مهم. الجانب المؤسساتي السوق المصري كان يعني نقول ان هو متراجع خلال السنوات القليله الماضيه. وايضا على الجانب الاخر يعني هناك تصريحات سواء رئاسيه او من دوله رئيس الوزراء على طروحات قادمه، وايضا من معالي وزير طلع مال عن طروحات قادمه تم ضمن برنامج اطروحات اللي هو الخاص بالحكومه، وايضا من شركات القوات المسلحه خلال هذا العام حسب ما قيل ان ممكن يكون في من 8 ل 10 شركات يتم طرحها. فاذا تمت هذه الامور وتم يعني اجراء يعني بنأمله احنا كمتعاملين او عاملين في هذا المجال، اذا تمت هذه الامور البورصه تستطيع ان تمتص كل هذه الارض. هو كان من المفترض طرح يعني كان المفترض طرح اسهم هذه الشركات خلال هذه الايام، ولكن تم تاجيلها حسب تصريحات وزير قطاع الاعمال المصري هشام توفيق. عندنا توقعات من كذا جهه يعني معلش، هو وزير قطاع الاعمال بيتكلم على شركات قطاع الاعمال، عندنا في شركات اخرى ليست تابعه لقطاع الاعمال، وعندنا شركات تابعه للقوات المسلحه. فكل جهه يعني تبقى هي المسؤوله عن الطروحات الخاصه بها. يعني شركات القوات المسلحه مش وزير قطاع الاعمال هو المسؤول عنها، في شركات اخرى يعني بتخضع في الشغل في الطرحات لقرارات جايه من وزاره الماليه. يعني في بنوك او في بنك مثلا بنك القاهره مثلا ده بيخضع ل ما بين وزاره الماليه والبنك المركزي. فكل جهه يعني هي منديت قلنا هو على مستوى كبير، ولكن كل جهه هتبقى مسؤوله عن الطروحات الخاصه بها. فطبعا احنا انا بقول انا حاجه ثانيه ايه اللي يتعمل، انا بقول حاجه طبعا جانب العرض وجانب الطلب، اذا تم توفير الجانبين بدرجه جيده
وطرح الشركات باسعار مناسبه، ده هيكون عامل محفز ويمنع التاثر او يحد من تاثر البورصه بما يحدث حولنا من متغيرات اقتصاديه مؤثره على اسواق العالم. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ محمد ماهر رئيس الجمعيه المصريه للاوراق الماليه، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا لكل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان على متابعتكم لنا في هذه التغطيه. كنت مع حضراتكم هشام عبد التواب، والى اللقاء.